أختي رانا في بلاد في ولاية غواط، درك نشوفوا شحال راه يدير سعر الاورو وكذلك حتى السعر تاع الدولار باش ما على بالك، وكذلك حساب الكمية. ايوا عندكم متفاهمين، وكذلك حسب الولاية، كل ولاية وكيف السعر تاع الاورو والدولار. المهم درك نروحوا نسقسوا باش تكون على بالكم باللي ما نقدرش نصور في داخل البلاد، ربما صرنا كاش اي مشكله، ندير لكم بعض اللقطات وكذلك باش تربح الاورو ولا الدولار. كاين عديد من المنصات، سبيل المثال كاين يوتيوب، كاين مدونه ولا موقع، كاين بعض التطبيقات كيما تيك توك، كيما تيليجرام، هذو ما قاع فيهم دراهم خاوتي، وتقدر ثاني تخرجهم بالاورو معناها في بنك البدر، معناها تخرجهم عادي في بنك البدر، تخرجوا بالعملة اورو ولا الدولار حسب العملة اللي حاب تسحبها. المهم خاوتي خليكم تفرجوا الولاية تاعنا ولاية غواط خاوتي، كان واحد هنا مشهور يشير اورو ويبيع الاورو، عنده زواوشه، معناه يبيع زواوشه ويبيع الماكله تاع زواوشه، راه معروف هنا كاع، يعرفوه كاع ولا صحوات يعرفوه. وكان ثاني خدا اخر، كان زوج ولا ثلاثه خاوتي هنا في البلاد يبيعوا ويشروا الاورو، معناه يشري بسومه ويبيع بسومه يدي الفايده تاعو. واي كميه عندك، معناه اي كميه عندك، 5 اورو 10 اورو 15 اورو، اي مبلغ شري لك عادي. المهم خاوتي ما تنساوناش بالبارطاج، وكذلك ما تنساوناش الجيم، وكذلك خاصة تفعيل الجرس، وكذلك اشتراك في القناة باش يوصلك جديد. المهم خاطر كي نوصل للحانوت راني نخبركم شحال راه يدير.